عندي كلب جيرمان وبيهوهو طول الوقت، ايه حل الهوهوة؟ ماشي، اول حاجة نبقى متفقين اي مشكلة عند كلبك هتتحل مثلا 50% او ممكن 80% كمان من المشكلة لما تطلع كلبك تمشيه، دي اول حاجة. فكلبك بيهوهو، كلبك بيخبط، كلبك بيكسر، كلبك بيقطع الفرش، كلبك بيعمل اي حاجة في البيت، 50% او 80% من المشكلة دي هتتحل لما تمشي الكلب بتاعك. فنيجي هنا مثلا، انت بتمشي الكلب بتاعك؟ لا. انت مديله النيدز بتاعته؟ لا. انت موفر له احتياجاته؟ لا. طب انت مش عايزه يعمل الحاجات دي ليه؟ انت مش موفر له كل النيدز بتاعته او كل الاحتياجات اللي هو محتاجها، فعايزه هو يبقى كويس؟ اكيد لا. فاحنا عشان الكلب بتاعنا يبقى كويس لازم نمشي الكلب بطريقة كويسة، بطريقة صح. مش يعني ممكن واحد يقول انا بنزله مثلا سايبه في الجنينة بيجري وبيلعب براحته، لا مش ده المطلوب. انا لما بمشي الكلب بعمل حاجتين، في حاجه اسمها اكسرسايز منتلي وفي حاجه اسمها اكسرسايز فيزيكلي. المنتلي اللي هو طاقه العقل، فانا لما بمشي الكلب بركز على طاقه العقل، ولما لما بسيب الكلب في الجنينه يجري ويلعب هو مش بيطلع طاقه عقل، هو بيقعد يجري ويتنطط، فهو جسمه اللي بيتحرك مش عقله. عقله زي ما هو ستيل، لسه زي ما هو مهايبر. فواحد مثلا يقول انا باخد كل يوم الكلب اجريه مثلا ساعتين برجع الكلب مهايبر، طبيعي لان يعني الكلب هو عامل مجهود جسدي مش مجهود عقلي. فانا عشان اطلع المنتل اكسرسايز اطلعه ازاي؟ مثلا معانا هنا ميشا، ميشا دلوقتي هي ايه مركزه معايا كده، عاملين احنا دلوقتي منتل اكسرسايز، واخدين بالكو؟ فده المنتل اكسرسايز، ان الكلب يبقى ماشي جنبي او ماشي ورايا، مش سابقني، مش مهايبر، ما بيروحش على حاجه. مثلا انا وقفت ست داون، واخدين بالكو؟ هي تضرب اوف ليش اصلا، يلا هيل، فايه مش محتاج الليش، ميشا. بس ده المنتل اكسرسايز، ان الكلب يبقى ماشي مركز معايا. وانس ان انا غيرت اتجاهي هو غير اتجاهه، وانس ان انا وقفت هو واقف قاعد، انا اتحركت يمين هو جه معايا، اتحركت شمال هو جه معايا. دي المنتل اكسرسايز، ده اللي بعمل طاقه العقل. ميشا هي بتكح جامد مين؟ ففي فرق بين الاكسرسايز المنتلي والفيسكلي. كل اللي احنا بنعمله في الشارع اكسرسايز فيسكلي، احنا عايزين المنتلي بقى اللي هو تركيز الكلب يبقى معايا. زي مثلا انت مثلا واحد محاسب قاعد على الكمبيوتر، ميشا هيل، واحد محاسب قاعد على الكمبيوتر، فهو مثلا الشيفت بتاعه 8 ساعات، فهو ال 8 ساعات قاعد شغال على الكمبيوتر لابتوب، ما اتحركش، ما طلعش يسلم، ما عملش اي مجهود، هو قاعد بيشغل ده بس. فوانس ان هو امن على الشيفت بتاع الشغل هو هيموت وينام مع انه ما عملش مجهود، ليه اصلا تعبان؟ الفكره ايه؟ العقل. خلاص هو دوت استنفذ، مفيش اصلا مكان يعمل اي حاجه تاني، فهو خلاص انا خلصت، مع انه ما جريش ما تعبش. ممكن واحد مثلا تاني شغلته بيعمل بيحرك كتير، فبتلاقيه عنده باور اكتر من التاني، ليه؟ لان ده بيحرك جسمه شويه بيقعد يرتاح ويقوم يكمل تاني، بيقعد يرتاح شويه ويقوم يكمل تاني، فهكذا نفس اللي بيحصل مع الكلب. ست داون ستاي، نفس اللي بيحصل مع الكلب. فالكلب اللي بيجري في الجنينه هو بيقوم يجري شويه ويلعب وبعدين يقعد يريح بعدين يقوم يكمل تاني، العقل لسه زي ما هو. فانا كل هم هدفي في الحاجه دي ان انا اركز على ده لو فضي والله العظيم مش هنلاقي مشاكل في الكلاب كلها. مثلا ناخد كمثال الكلاب البلدي او الكلاب اللي بتعيش في الغابات، بتلاقيها كلاب بالانس، كلها كلاب كويسه هاديه مش بتتنطط، هي قاعده على جنب. ليه؟ دي كلاب تصحى من الصبح بدري تقعد تدور على اكل عيشها، تروح تقعد تدور في الزباله، تقعد تاكل، تقعد تشوف هي هتعمل ايه. فعملت طلعت طاقه، طلعت طاقه ازاي بقى الاثنين؟ ستاي، طلعت طاقه العقل ازاي؟ بشمشمه اللي هي تشوف الاكل، والتاني حاجه الطاقه بتاعت الجسم في اللي هو الحركه بقى. فعملت اكسرسايز بتاع الاثنين، بعدين عملوا الويت اللي هو الديسبلان ان هو بياكلوا برولز معينه، بعدين عملوا الافكشن بقى مع بعض، بعده يلعبوا وبداوا يناموا ايا كان الافكشن كان ايه. بيهوهو امتى علينا؟ لما احنا بنقوم او لما احنا بنعدي من جنبيهم. وانس ان احنا عدينا من جنب الكلاب مثلا بلدي بيبدا يهوهو. ليه بيبدا يهوهو؟ هقول لكم ده الفيديو الجاي، واستنوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا ليه الكلاب بتهوهو لما بنعدي من جنبها البلدي. مش شرط هتبقى تعضك، ممكن حاجات تانية كتير، بس كل اللي عايز اوصله لك في الفيديو لازم تمشي كلبك. لو بتمشي كلبك ولسه برضه ستيل بيهوهو، لا كده بقى في مشكله. اجي اقول لك نعمل ايه في المشكله دي. لما قلت ان انت مش بتحرك كلبك اصلا ولا بتدي له النيدز بتاعته وبتقول الكلب بيهوهو، فكده انت ظالم الكلب معاك، حرام عليك، فمش مش هقدر اساعدك.
عشان انت ممكن تساعد نفسك بنفسك اصلا ان انت تمشي الكلب، المشكله اتحلت. فمشي كلبك كويس واهتم بالووك بتاعت كلبك، وتكون ووك كويسه منتلي اكسرسايز مش فيسكال اكسرسايز. عايزين الكلب مركز معانا، عايزين الكلب ما يسبقناش، عايزين الكلب يبقى ماشي جنبينا، لما اقف الكلب يقف. ركز في الحاجات دي كلها. وبعد ما تعمل كل ده لو السل الكلب لسه بيهوى، تعالى بقى قول لي دلوقتي اقول لك المشكله ايه، نعمل مثلا ممكن نجرب كذا، ممكن يبقى كذا، ممكن يبقى كذا. وتاني حاجه برضو ما تنساش ان هو كلب جيرمان، فهو كلب الارم، فالجيرمان اصلا هو كلب الحاجات دي. وانس سمع بره قطه هيهوى، وانس سمع حد ماشي هيهوى، وعربيه معديه هيهوى، دي طبيعه الكلب. فانت جايب كلب طبيعته كده اصلا، فاهمني؟ بس فاستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله اقول لكم ليه الكلاب بقى دي بتهوه علينا. وما تنسوش اي مشكله بتواجه كلابكم، اي مشكله كانت مشوا الكلاب هتحلوا 80% من المشكله او 50%. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. واللي عنده اي استفسار باي حاجه، عنده اي اسئله، عنده اي حاجه بتحصل له في البيت مش عارف يعملها، ابعت لي ان شاء الله واحاول اجاوبك على السؤال.